بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم برضو في نفس الموضوع بتاعنا اللي هي أكسدة الألكينات بإضافة أكسجين. وقلنا احنا هنتكون أول حاجة عن الداي هيدروكسيليشن اللي هي إن احنا بنطلع جلايكول. وقلنا احنا بنطلعها من ال من ال ترانزيشن ميثودز، واتكلمنا على البرمنجانات واستفدنا في البرمنجانات، وقلنا انا بشتغل بيه مع السيس الكين والترانس الكين، واشتغلنا بيه مع الاسيتيلينز كمان اللي هي التريبل بوند. وكمان قلنا ان في سايد رياكشن ممكن يحصل نتيجه هجوم اللي هي الاكسجين السالبه بتاعه البوتاسيوم، ممكن تهجم على الالفا هيدروجين وتسبب لي عمل الكيتول، وممكن ايضا الاسيتيلين لما باكسده ما بحصلش على نينجلايكول لكن بحصل على الفا وبيتا دايون. هنتكلم عن ترانزيشن ميتال تاني اللي هو الروثينيوم، الاختصار بتاعه ار يو روثينيوم. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الروثينيوم الروثينيوم دي على فكرة ار يو او 2 او O2 روثينيوم، يبقى RU بقول لك محلول مخلوط من RU على O2 RU CL RU O2 في وجود الصوديوم بيض أيوديت اللي هي نايو فور. دي في وجود النايو فور احنا ملاحظين ان في الاجزاء بتاعت المنجنات ما كانش فيه اي قاعده، ولما استخدمنا لما حبينا ناخد قاعده في الكيتولز او الدايونز كانت القاعده بتاعتي اللي هي الاكسجينه السالبه بتاعه البوتاسيوم في وجود المنجنات. طيب هنا في حاله وجود الروثينيوم ميكتشر، بقول لك حتى الروثينيوم ميكتشر بقول لك روثينيوم او 2 في حال في وجود النويت ان ان اي او اي او 4 اهي عشان ايه نحفظها اهي ار يو او 2 على فكره ار يو او 2 في وجود صوديوم بير ايوديت. صوديوم بير ايوديت انا هتاكد من الاسم بس هي بير لان هي الاكسجين بتاعتها عاليه، الاكسجين بتاعها استخدام مخلوط اهي فوق ايوديت البوتاسيوم اسمها صوديوم بير ايوديت. صوديوم بير ايوديت اللي هي نايو فور نحفظها كده مع بعض نايو فور. وجود ال المخلوط دوت اللي هو يعني من الاخر اللي هو البطل فيه اللي هو اليوفينيوم ميتشر اوف از يو او 2 وناوي ان نايو 4 مش نويت نايو 4 ده فولي ان اورجانيك is also effective in oxidizing acetylenic compounds to alpha and beta. يعني احنا هنبتدي من حيث انتهينا في البرمنجانات، البرمنجانات تكون لي الالفا وبيتا دايونز. هنا برضو انا الروثينيوم هستخدمه في أكسدة الأسيتيليك كومباوندز اللي هو بيديني ألفا وبيتا داي أونز. طيب المخلوط ده بيشتغل ازاي؟ مكان المخلوط يبقى فيه تفاعل، يعني طبعا ليه المخلوط يبقى فيه تفاعل اهو RUO2 الدكتور غلطان طبعا واتنين نايو فور، بالتالي هيعملوا ايه؟ انا متوقع الناتج بتاعي اهو البطل تقريبا ده لما يعني بيتباعش جاهز فلازم ايه يعني يقول لك خد العلبه دي والعلبه دي حطوها مع بعض عشان تحصل على الروثينيوم اللي هي الار يو 8. طبعا دي واضح ان هي 8 زائد وهيطلع طبعا ده اكسيد يبقى ده هيختزل هيبقى تلاقي ايه نايو 3 ده اللي هو اعتقد صوديوم ايوديت، يبقى اللي هو كان نايو 4 اللي هو 2
اتنين نايو فور بيديني اتنين نايو ثري. نايو ثري اللي هو صوديوم ايوديت عادي ما فيهوش بير. طيب نبتدي نشوف الميكانيزم مع بعض بمنتهى البساطة. اعتقد الميكانيزم هيبقى هو نفس الميكانيزم اللي احنا خدناه في الفينيوم اهوت. الكربونه اللي عليها هاير تشارج دينستي برضو هتهجم رقم واحد على الاكسجين هتتكسر رقم اتنين. الفينيوم هيسلط الاكسجين تاخد بطاقه اللي اتهجم عليها تلاتة وهتغزو الاسيتيلين كده اهوت وهيديني برضو السايكليك. بس هو هنا ناسي يكتب او ما يعني اختصارها اللي هي ايه unsaturated cyclic ruthenium ester ruthenate ده intermediate بتاعي cyclic ruthenate ester. ال IU بتاعه كام؟ طب نعدها مع بعض. واحد اتنين واحد بتاعت ربطتين الستيتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اهي ستة في اي ستة سداسي. حلو اوي. هيحصل بعد كده ايه؟ احنا قلنا ما بيحصلش لهنا. هو مسمي اول خطوة العادية دي مسميها قد ايه؟ ماشي. هو مسمي اول خطوة دي بتاعت اللي هي اللي خطوة بتاعت تكوين السايكليك منجنات مسميها ايه؟ اديشن او سايكل اديشن. ماشي. اعتقد ان انا مطالب برضو في الامتحان اكتب نفس ال اتنين هنسمعهم مع بعض تاني. كونسيرت اتنين كونسيرت سين اتنين زائد تلاتة سايكل اديشن. طبعا هنا ده ثلاثي فمفيش عندي ان انا اكتب في موضوع السايد. السايد بتتكتب في حالة السيس بتتكتب from on the less handed side of the double bond وفي الترانس بتتكتب on either sides trans. هنا السين اديشن بس طبعا اللي هي الجملة الكبيرة اللي هي بتاعت concerted سين اتنين تلاتة مش عارف ايه هيديني اللي هو الانساتوريتد مسمي التفاعل اهو سايكليك روفينات استر رايو 5. طيب هيحصل حاجة هنا مش هيحصل حاجة اسمها ايه كليفيج تكسير كليفيج. هو ما كملش ال التفاعل الميكانيزم الاسهم ده سايكليك اكشن. ايه اللي هيحصل؟ هيتاخد ال اسف اول حاجة هتحصل الروثينيوم هياخد اكسجين ال اتنين بوند وهيفقد برضو اتنين الكترون سي دبل بوند هتيجي هنا هتكسر الاكسجينات هيديني الكترون اهوت هتعمل دبل بوند هيديني ايه بعد كده دي كليفج اهو الفا وبيتا داي دايون اهي الفا ودي بيتا دايون وهيديني بعد كده اللي هو ايه بص ده بينهك الدايون ده منهك الدايون ده منهك بيطلع ثاني اكسيد الروثينيوم. الروثينيوم ده هنا كام عماد رباعي؟ رباعي يعني ايه؟ يعني اي رباعي ده يعني اي في الاي قبل الفي رباعي يبقى ده ايه؟ ده بتقول على طول نفس اللي حصل في حاله الاسيتيلين بتاعه المنجنيز برضو اداني ام ان او 2 ده في حاله الروثينات ده في حالة الأسيتيلين
الفرق الوحيد ان انا هنا عندي الروتينات اوتوماتيك هيعمل، لكن في حالة المنجنيز الاكسجين اللي هي حل شعرها بتاعة البوتاسيوم هي اللي بتحفز المنجنيز ان هو يفصل نفسه عن المنجنات. ده بالنسبة للروثينيوم اهو، الروثينيوم ميكس اهو، رايو 2 مع 2 نايو 4، هديني من غير ميكانيزم ولا اي حاجة، هديني رايو 4 و2 نايو 3 اكيد انهك شوية. وبعد كده اهو هعمل اديشن، هتهجم الكربون عادي، هتعمل سايكليك روثينات، هيحصل كليفج، هيطلع هتستقل الدبل بوندات كده اهوت، هيديني ايه الفا وبيتا دايون زائد ار يو او 2. تمام، هناخد المركب اللي بعد كده اللي هو كده، احنا خلصنا خلاص الروثينيوم وما استخدموش في حاله واحده بس اللي هي ايه التريبل بوند. طيب بالنسبه اوزميوم 2، اوزميوم 2 هنستخدمه بس هنرجع تاني لانه وحشنا الالكينز، فهنرجع تاني ليه في حاله الروثينيوم. بيقول ايه بقى حاله الاوزميوم، انا اسف الاوزميوم ده مهم جدا والدكتور عليه شويه كومنتات. الروثينيوم مالوش اي كومنتات من اي نوع، ولا في بيز ولا الهواء، يبقى الروثينيوم ما فيهوش اي نوع من البيزس. الاوزميوم عليه ملحوظات لان في حاجه اسمها كاتاليتيك وستوشيومتريك وقصه كده عايزين نركز فيها. حلو جدا 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 جدا، ايه هي القصه؟ قصه هنشوفها دلوقتي. بيقول لك اوزيوم، اوزميوم تيتراكسايد او اس او 4 از هايلي سيلكتيف اوكسيدنت، مؤكسد اختياري عالي، مش سبيسيفيك، لسه ما وصلش للسبيسيفيك دي، مش اي حد بيوصلها، ده اللي هو بياخد زي نوبل برايز في الاكسيدنت. او اس او 4 از هايلي سيلكتيف اوكسيدنت فور كونفرجن اوف الكينز انتو سيس جلايكوز، واحنا عايزين كده. ما انا الشابتر ده كان في اوله ماشي حلو، وبعد كده ابتدينا ناخد سايد برودكتس، ابتدينا ناخد اسيتيلينك بيديني دايونز وقصص كده غريبه. و او اس او 4 از هايلي سيلكتيف اوكسيدنت فور كونفرجن اوف الكينز انتو سيس جلايكول ثرو برضو سيس اديشن، خلال سيس اديشن. طب نشوف ازاي الكلام اللي بيقوله ده، يعني ده بيقول لك ايه؟ يعني ده مؤكسد قوي جدا اختياري لتحويل الالكينز للسيس جلايكول. ادي الالكين سيس الكين بتاعه اهو، سيس الكين اهو، برضو نفس الفكره، الكربونه اللي عليها هاي تشارج دينستي هتهجم على الاكسجينه بتاعت الاوزميوم، الاوزميوم هتكسر الاكسجينه الثانيه هيديني ال إيه هو اوزميوم، حتى كتب الاكسجين الاوزميوم 80، اوزميوم 80 سين اديشن، ولازم نكتب الاعسام كله لان الدكتور قايل لازم نكتب ونقوله مع بعض تاني عشان نحفظ. كونسيرتد سين 2 زائد 3 سايكلو اديشن ثرو او اون ذا ليست هيرندرد سايد اوف ذا دبل بوند، هيديني سايكليك اوزميت است سايكليك، لازم كلمه سايكليك، سايكليك سايكليك اوزميت است سايكليك اوزميت است اهو كده. وما ننساش هنا احنا كونا اتنين كايرا سنتر، ونفس نفس الدور اخدوا الهيدروجين برضه في المنقط، وفي المنقط والار ورا والار ورا والاوزميوم اهوت، والحلقه الخماسيه بتاعتي اهي، دي حلقه الاس الخماسيه وادي الضوابط الاستريه اهو، اوزميوم اهو اوزميوم. هنعد بقى الاكسجين بتاعه، الاكسجين ستيت بتاعته اوزميوم كام؟ 6. نعدها 2 و2 4 هما بتوع الاكسجينتين الدبل بوند، واحدة واحدة بقوا 6. هيدروسيس أول مرحلة، الهيدروجينة اللي هي ديت اللون بيت بتاعها هيهجم على البروتون هياخده، هتتكسر الرابطة الاستريه ديت، وفي نفس الوقت هيعوضها ال OH الخاين هيخش يدي الاوزميوم، ده هيهجم على الى معدن الاوزميوم
المعادن دي بتبقى دايما فيها كده ايه زي فراغات كده، فراغات حاجه مع معدن الاوزميوم دي هيدروليسيس، مش عارف هو مختصرها ليه كده اهوت. دي هيدروليسيس اول مرحله، هيديني ايه بقى؟ ايه سايكليك، ايه سايكليك اوزمات استر او اس اهو سداسي. ايه اللي هيحصل تاني؟ الخطوه التانيه، الخطوه التانيه كده اهوت، البروتون ده هيهجم على البروتون، والاو اتش هتهجم على الاوزميوم التانيه. ما الاو اتش الاوزميوم ده شكله بيحب الاو اتشات، ولا هو صغير، ولا او اتش عملت له حاجه وصغير، كل حاجه او اتش او اتش ياخدها بقى عنده اتنين او اتش، هيتساب ايه بقى؟ ده المركب ده اسمه اي سايكليك، نفس الاستراكشر خلي بالك يا ماجد اهو. وهنا في قاعده لازم نعمل الاسترك دي، اي سايكليك اوزمات استر، والاوزميوم هنا برضو 1 2 3 4 5 6 زي السداسي. هدوس المرحله التانيه، انفصل خالص الاوزميوم واداني ال سيس كده، سيس اهو او اتش او اتش الحمد لله ربنا هديه وزي الفل، ومفيش اي شذوذ ولا اي حاجه، وشكله مش شقي زي البرمنجانات عمال يديني مره كيتونز ومره يديني دايونز وعامل لي فيها لخبطه شويه. ده بسيط جدا، واداني حامض الاوزميك، وده مصطلح جديد اهو او اتش او اتش، وده ثابت برضه لما بشوف او اس او 2 ولا نيله، ده حامض الاوزميك، وده 1 2 3 4 5 6 وده السداسي. يبقى بنزل من 8 بنزل 2، يبقى ايه ده الاوزميك حامض الاوزميك، اوزميك اسيد، اوزميك اسيد، اوزميك اسيد. تعال نشوف بقى ايه ملحوظات، بقول لك اوزميوم تيتراكسايد او اس او 4 از كوايت اكسبنسيف، غالي جدا جدا غالي، يعني عامل زي الذهب واغلى من الذهب. ان توكسيك وسام جدا، سام بقول لك. بس دي ادفانتج، هذه العيوب، عيوب طبعا كان بي مينيمايز، يمكن ان تقلل باي تكنيكس، بتكنيكات او بطرق ذات امبلوي كاتاليتيك. التكنيكس دي هو بيشرح بقى ان هي ايه، بعمل ايه امبلوي، بقدم امبلوي او بوظف كاتاليتيك اماونتس اوف ذيس ايجنت، بحط كاتاليتيك اماونت دي بحط يعني حاجه بسيطه جدا، وان اوف ذيس تكنيكس، واحد من التكنيكات ديت انفولفز امين اوكسيد، اكسيد امين، امين اوكسيد، امين يعني ايه؟ امين اوكسيد اهو، امين اهو او اتنين يعني امين اوكسيد. از هنا بقى مش اوكسيدنت، هو اوكسيدنت الامين اوكسيد بتاعي، بس هسميه ستوشيومتريك، ستوشيومتريك اوكسيدنت، هو اللي بيحدد لي الاستوشيومتريه بتاعه الرياكشن. تمام، احنا قلنا ايه؟ ان هو غالي وسام، وبتغلب على العيوب دي بقللها عن طريق ان انا بستخدم بوظف كميات كاتاليتيكيه، ودي معناها تقريبا ان هي بتبقى كميات ضئيله، يعني كميات كاتاليتيكيه amounts of this reagent من هذا الريجنت او اس او 4، ده واحد من التكنيكات ديت، one of these techniques involves امين اوكسيد، اكسيد الامين، امين اوكسيد، نقولها كده 10 مرات، امين اوكسيد، امين اوكسيد، امين اوكسيد، امين اوكسيد، امين اوكسيد. طب امين اوكسيد دي هيعمل كي از ستوشيومتريك اوكسيدنت، ستوشيومتريك اوكسيدنت مؤكسد السوشيومتريك، يعني انا مثلا عايز احط مول ايكويفالنت، المول ايكويفالنت ايه اللي هيحدده؟ السوشيومتريك اوكسيدنت ده. طيب احط بقى الترانس اهو بتاعي انكي اهو، هو هيضرب مثال الترانس الكين، معرفش هو طبعا حاطط هنا، هنا طبعا هنا الكلام ده غلط، مفيش هنا وغلط هنا، مفيش اي، ده ترانس الكين، وبعمل سين اديشن، ولازم اكتب نفس الكلام نقوله تاني عشان نحفظ، كونسيرتد سين 2 زائد 3 سايكل اديشن اون ايذر بوث سايدز اوف الكين. الاوزميوم هحط الاوزميوم اهوت،
الثمانية بتاعي OS04 هيديني اللي هو ايه سايكليك اوزميت است، سايكليك اوزميت است، وده ايه اوزميوم هنا 1 2 3 4 5 6 سايكليك اوزميت استر، مفيش اي مشكله. تو هيدروس ستيبس، تو هيدروليك ستيبس، هو هنا مش موضح او مختصر، هيديني كده اهوت اوزميوم اي فور اهو او اس او اتش او اتش اهو. ايه دول الامين اوكسيد بقى؟ لسه هنشوف. خلينا في التفاعل اللي تحت المهم دوت، احنا ما فيش حد احسن من حد. في الروثينيوم قلنا الميكتشر بيتفاعل ازاي مع النايو فور. هنا بجيب الامين اوكسيد. ايه الامين اوكسيد ده بقى؟ كده مهم. اكسجين نيجاتيف بيز مع الار بوزيتيف. ايه الفعال عندي هنا؟ الاو نيجاتيف دي R3N بقى خليتها امونيوم، دي بقت امونيوم وعليها اكسجينه. الاكسجينه دي هي ايه؟ البطل بتاعي. البطل الاكسجينه هتعمل ايه؟ هتتفاعل مع حامض الاوزميك، حامض الاوزميك. على فكره الروثينيوم انا نسيت اقول ان هو بيدي ثاني اكسيد الروثينيوم، ثاني اكسيد الروثينيوم، يعني بينهك جدا. لكن الاوزميوم شكله مش بينهك قوي، وشكله بيشد حلو، وشكله يعني قوي ما شاء الله عليه. يعني هو الروثينيوم ما شرحوش على الكحولات للامانه، عشان الروثينيوم اللي هو قبلينا عشان ناخد بالنا ونركز، اداني التريبل بوند، والتريبل بوند انهكوك الاثنين عافيين، فالتريبل بوند عايز كميات كبيره يعني الاسيتينات، فوصله للار او 2. لكن ده الكين عادي، فهيطلع له الاوزميك اسيد اللي هو بودنين دبل بوندات او و اتش او اتش. ده حمض، هاخد الحمض الاوزميك ده وافعله مع اثنين اونر 3 اونر 3 اونر 3 اونر 3 اونر 3 او ماينس اهي، وده الجزء اللي هو بيعادل البوزيتيف اونر 3. طب ايه اللي هيحصل؟ اوزميك اسيد ماجد اسيد اسيد ايه؟ خلاص هياخد البيز بتاعت الاكسجين، هتهمش الاسيد اللي هتهمش ايه، هيدينا ايه؟ هيختزل تاني كده اهوت، هيديني ار 3 ان او اتش، ما اتذكرش اسمه البوستيف زي ما هو ظل اهو، وده بقى ويتش، هنا بقى ويتش، واداني اهو اوزميوم 8. وده هعاد استخدامه تاني، يبقى انا جبت امين اوكسايد از ايه؟ از كاتاليتيك، از ستوشيومتريك اوكسيد، ستوشيومتريك اوكسيد. يبقى انا استخدمت كاتاليتيك اماونت من اوزميوم 4 اللي هو الاوزميوم تيتر، الاوزميوم 8 اللي هو اوزميوم تيتر اوكسايد. الامين اوكسايد بيحوله لي مره ثانيه الى OSO4 وبيعاد استخدامه معادلة تانية. يبقى احنا كده خلصنا استخدام المنجنات واستخدام الروثينيوم، الروثينيوم استخدمناه على الاستينيك بس، البرمنجنات كان مثال عام واشتخدمناه في حالات كتير، وكان ليه حاجتين شاذ، واحدة مع الاستينيك اداني دايونز، واللي قبليها برضه مع الالكين العادي، واداني بدل ما يديني في الخطوه الثانيه بتاعه الهيدروليز اداني جلايكول، اداني كيتول. وبعد كده الروثينات، الروثينيوم تيتراكسايد اللي هو بيستخدم مخلوط مع النايو فول دوت، اداني الدايونز والروثينيوم والاوزميوم كان طيب وكده. بس هي التركه اللي فيه الحته بتاعه اللي هي اللي ان هو غالي وسام، وبنقلل العيوب ديت عن طريق ان انا بستخدم كميات اتكاتلتك منه. واحد من التكنيكات ديت انا بستخدم امين اوكسيد، الامين اوكسيد دوت زي ده قاعده، القاعده بتهبش البروتونات بتاعه الحامض الاوزميك وبيديني ار 3 ان او اتش، وديني اوزميوم 8 مره ثانيه، اوزميوم تيتر اوكسيد، وده بيعاد استخدامه مره ثانيه. يبقى احنا كده خلصنا خلاص استخدام الترانزيشن ميثود في اكسده الدبل بوند. شكرا.